مثلما يسكت مراجع النجف وكربلاء الآن ولا يجيبون على الذي يطرح عبر هذه الشاشة، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن المراجع مشغولون بمشاكل الشيعة، لا علاقة لهم بمشاكل الشيعة، ولا يضحكون عليكم ويقولون من أن المراجع في حال وفي شأن هم أجل وأكبر من أن يردوا على الذي يطرح في قناة القمر. صدقوني المراجع كلهم خايفين من أن أسلتهم واحد واحد، لأنهم يعلمون أنني قادر على ذلك، ويعلمون أيضا من أنهم لا يمتلكون قدرة الرد علي، لأنني سأجعل منهم مضحكة، سأجعل عوائلهم تضحك عليهم مثلما فعلت مع أبو بشت. يا أبو بشت بهش بلشت، صدقوني نساءه في البيت مع الأخريات من النساء اللاتي لهن بهن علاقة يجلسن ويضحكن عليه قطعا من دون علمه وهن يتابعن البرنامج. إنني أتحدث عن آية الله العظمى المرجع الكبير بشير النجفي حينما أصدر ضدي فتوى وشطفت شطف غسلت غسل وجهه وقفه وكشفت عن جهله، عن جهله القبيح جدا، وكشفت عن عورته العلمية والعقائدية في حينها، وقلت له يا أبو بشت يا أبو بشت وين بلشت بيش بلشت ورطوك ذولا قشمروك اللي دفعوك إلى هذه الفتوى، فمراجعكم عاجزون، أتحداهم أن يردوا على هذه الحقائق. هم يعلمون من أن كتبهم مشحونة بهذه القذارات العقائدية التي نقلتها عن محمد باقر الصدر وعن الطوسي وعن الطباطبائي وعن الخوئي وعن السيستاني وعن غيرهم. مثلما قلت لكم هؤلاء واحد يتغوط بحلق الثاني، القذارة هي القذارة عند الجميع في كل كتبهم، وهم يعلمون من أنني خبير بكتبهم، أعرف كتبهم سطرا سطرا، فيخافون من أنني أسحبهم واحدا واحدا كي ألقي بهم في هذا السونار، في سونار الشيعة. قناة القمر هي سونار الشيعة في هذا الوقت، جيبونا أي سربوت نخليه بهذا السونار، وحينئذ ستنكشف عوراته وقبائحه.